تنذر في البداية إلى إمكانية وقدرات نادي الزمالك في الوصول إلى أعماق النادي الأهلي. يا نهار أبيض، ملحقناش نشوفها، ملحقناش نشوفها. حسين الشحات، حرام عليك يا مخرج، في الدقيقة واحد وحتة، واحد وحتة، أخدت من السوكة حتة. حلوة 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 حلوة، ده كلام يا مخرج، عيدها لنا بالأول يا سيدي. حلوة حلوة، طويلة وعميقة وعالية. قلت لحضراتكم في خطورة كبيرة جدا جدا، لأن هنا مفيش خطورات عميقة. وادي أهي، وهوب وهوب، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض عليك يا شحات، يا شحات الغرام. حلوة 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 حلوة، بوش رجله في المقص في الضيقة، ما يقدرش إطلاقا صبحي يعمل لها أي حاجة. لسه بنقول يا هادي، وابتسامة موناليزا، ابتسامة موناليزا المارسيل كولر، فيها كل الخبز السويسري مع الجبنة طبعا. لكن حلوة 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 حلوة، حسين الشحات لعيب كبير يا جماعة، لعيب كبير. لكن دي بداية ايه؟ دي بداية مبكرة جدا جدا جدا. حر مباشر، ادي جمهور الاهلي، العب يا اهلي، العب يا اهلي. حسين الشحات ماشي ماشي ماشي، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض عليك. ده انت مش شحات، ده انت مليونير يا راجل. شحات مين ده؟ احنا اللي شحاتين. حلوه 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 حلوه، يا نهار ابيض عليك. تستاهل يا ابني عقدك دهب، تستاهل عقدك دهب. اقعد وحط رجل على رجل وتفاوض، يا عيني عليك يا لعيب. حسين الشحات يقتل المباراة حتى هذه اللحظة في الدقيقة 35، الهدف الثاني للنادي الأهلي، والاتنين في المقص، مقص هنا ومقص هنا. يا نهار أبيض، حلو. عايز إيه يا كولر؟ أنت بتعمل إيه يا كولر؟ بتكتب إيه يا سوريو؟ اللي ذاكر ذاكر يا ابني. لكن حلو، إيه ده؟ إيه ده؟ يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. جميلة جمال بمنتهى القوة، اتأخر عبد الغني واتأخر حاتم سكر وحطها في المقص. روعة 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 روعة، اتنين لا شيء، يؤكد النادي الاهلي. ما تلطمش يا ابني، خلاص جون وانتهينا. لكن يؤكد النادي الاهلي صدرته للقاء القمة حتى اللحظة. في الدقيقة 36 مرة تانية، حسين الشحات اللي يجب ان يغير اسمه الى حسين المليونير، مليونير القلوب، مليونير الاهداف. و30 ضربة حرة مباشرة لصالح مجدي قفشة، ضربة حرة مباشرة صالح مجدي قفشة، عامل مجهود كبير جدا هي النهاردة مجدي قفشة، ومؤثر في وسط الملعب، الركوز في وسط الملعب، الركوز، ان يبقى في لاعب بيعرف يحط الكره تحت رجله، دي مساله مش سهله على الاطلاق، وبتحل مشاكل كتيره جدا. ميرسي تاو، ماشي تاو، ماشي تاو، ماشي تاو، حطها صغيره، خطير خطيره، معلول وهوب، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. حرام عليكم، حرام عليك والله، مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول. عملت بند ودخلت في صبحي يا اسري، عملت بند ودخلت في اسوريو، دخلت في اسوريو، دي دخلت في صبحي يا ابني. يا نهار ابيض، مش ممكن، مش معقول. الكل تجرع على المرمى، الكل تجرع على المرمى، حطها حلوه قوي 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 قوي، ظبطها تحت رجله، جميله 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 جميله، وحطها وهو بيشوط، عملت بند في الارض ودخل. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بص معلول ظبطها ورباطها، ايفها وليفها، هي بدله يا ابني. حلوه 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 حلوه، بص البند، هو البند ده، هو البند ده اللي محمد صبحي ما عملش حسابه. يا نهار ابيض يا ليل، مش هقول حاجه، مش هقول حاجه، مش هقول حاجه. ثلاثه لا شيء، في الدقيقه 46 يحط علي معلول. روعه 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 روعه، عشان تبقى ثلاثة لا شيء، تحمر المدرجات. بتكتب ايه؟ ده كولر المرة دي اللي بيكتب، ماشي. ثلاثة لا شيء، الزمالك لما اسوريو ظبط الفرقة بقى له شكل تاني، مكان من الأول، مكان من الأول. ضرب الجزاء هيتصدى لها كالعادة زيزو، ومحمد الشناوي
في المرمى. الاثنين دوليين وبيلعبوا ضربات جزاء في التمرين كتير. هل زيزو هيحطها زي ما بيحطها في التمرين ولا هيغير الزاويه؟ الشناوي بيعض على صباعه وبيفكر. اه طبعا فخري خامه كويسه يا جماعه، بس عايز يستوي شويه، عايز يستوي شويه. ونزل ايضا احمد كوكا، ده التغيير اللي حصل. زيزو وكهربا زي ما انا قلت ايضا، هذا هو المتوقع. ادى اداء طيب كهربا الحقيقه. محمد شريف ربما يحدث الفارق بسرعاته بين الخطوط. زيزو والشناوي، زيزو والشناوي، اتدربنا كتير يا حبيبي في المنتخب، هتحطها في نفس الحته ولا هتغير؟ تفكير تفكير تفكير. زيزو ايه يا ابني رايح فين؟ رايح فين يا حبيبي؟ لازم ياخد انذار في الحته دي بقى، لازم يا بنا ياخد انذار في الحته دي. طيب ماشي، ضربه جزاء. زيزو قال له اتفضل. زيزو والحجله بتاعته وهي وهوبا. يا عيني يا عيني عليك يا لعيب، حلوه 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 حلوه. زيزو هدف روعه 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 من ضرب الجزاء، محتسبه صحيحه 100%. اذا الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 67، نتيجه ان الاهلي ارتكن الى 3 اهداف. عايز ايه يا كوكا؟ في ايه يا عبد المنعم؟ جرى ايه يا هاني؟ بيقول لهم في ايه؟ يعني حاجات ما يصحش تتعمل ابدا 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 ابدا. لكن زيزو حجل حجلته وحط في حتته، هو ضمن بنسبه كبيره المكسب، الا لو حدثت مفاجآت. الشناوي نقله، كريستو يا ولد نقله حلوه قوي من رامي ربيعه، انطلاقه من كريستو. محمد شريف يفتح هنا خالص عند المتألق ده طاهر، والمتألق على يمينه محمد هاني. ماشي طاهر، حطها لهاني، هاني 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 هاني، حطها حلوه جدا، خطير 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 خطير. هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شريف، هو ده راس حربة النادي الاهلي محمد شريف الحريف. حلوه حلوه حلوه، يا ليله يا ليله يا ليلى بني، ايه اللي جابني؟ مش عايز حد يزعل مني ابدا. 4-1، نتيجة تقيلة جدا جدا جدا. خد لك بقين مية يا سوري، لكن محمد شريف هو شريف، راس الحربة في المكان والزمان، جات له من لمسة واحدة حطها في آخر الدنيا. بص خلي بالك التمريرة وروعتها، بص التمريرة وروعتها، وهوبا يا عيني يا عيني عليك يا شريف يا حريف. حلوة قوي من ديانج، واجمل اجمل من شريف، والهدف الرابع في الدقيقه 94 لمحمد شريف ليعمق من الام وجروح كرويه. لكن كره القدم فيها كل شيء، فيها كل شيء، مفيش مشكله على الاطلاق. الاهلي النهارده عمل شوط نموذجي، تقدم ب3 اهداف نظيفه. الشوط الثاني